عالم ساعات الواحد يعني يقول ان انا ابي اتزوج بهالعمر، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب له قبل او بعد. صحيح. ما يندرى. في عندنا هني ابرار الابكاري، ابرار تقول منورين الشاشه كالعاده. بالنسبه لي ظنيت ان موضوعكم اليوم يتكلم عن البلاك بيري، لكن اكتشفت انكم قاعدين تتكلمون عن الزواج. انا بالنسبه لي موضوع الزواج موضوع شيق جدا، خصوصا ان انا طول عمري وحياتي وانا احلم اني اتزوج واكون اسره، لكن للحين ما حصل لي نصيب. انا اقول لك يا ابرار، ساعات الواحد لما يفكر بشيء او يحطه في باله يصير صعب الوصول له او انه يحصل له، بس حطي يعني حطي خصوصا مساله مثل الزواج هي مساله قسمه ونصيب، حطي الموضوع على رب العالمين وبالنهايه اكيد راح يتحقق هالشيء، وان شاء الله نشوفك عروس وتسمين ولدك حمني. اسم جميل وراح تحبه حبيبه اختنا، حبيبه من الامارات العربيه المتحده بدوله الامارات. حبيبه اختنا شو بتقول؟ تقول ان اللي احبه برنامج كافيه شبابي لما تطرحون قضيه انتم كلكم كانكم اخوان زين، وتقعدون على طاوله واحده وتناقشون في القضيه، لكن كل شخص فيكم عنده وجهه نظر معينه يوصلها من خلال رؤيته حق الفكره هذه. انا اللي اقول لك اياه ان شوفي البيت الواحد دائما الافكار تكون مختلفه فيه، الاخو تفكيره يختلف عن الاخو الثاني، الاخت تفكيره يختلف عن الاخت الثاني، احنا اخوان قاعدين على طاوله واحده، ودائما ارد اكررها واعيدها ان مائده حوارنا مفتوحه فيما بيننا. الحلو بالموضوع حماني عنده وجهه نظر، انا عندي وجهه نظر، حبيبه عندها وجهه نظر، كلنا نسوي خليط نمزجه مع بعض ونقدم لكم اياه. وانا احب اقول شغله يا شباب، ان احنا يمكن انا بالوقت الحالي مو بمكان او موقع ارشادي، لكن في وجهه نظر بس احب اوضحها بالنسبه للفتيات، انه يا بنات خففوا شروطكم، لان في بنات وايد يحطون شروط، وايد يحطون احلام وطموحات، ما في انسان كامل، وبالنهايه البنيه تشتري رجل وتشتري استمراريه يعني. ف يا بنات شوي شوي، لا المهر راح يفيد ولا الكشخه راح تفيد، العشره هي اللي راح تفيد. زين يا اخوي، عفري يا اخوي 10000 دينار شو اسوي؟ لحظه يا اخوي ويا اختي، راح نرجع نتكلم عن شروط الزواج، وراح نتكلم اكيد مع ضيفتنا اللي راح تنورنا بعد شوي معانا في كافيه شبابي، بس قبلها راح نروح نشوف الرود تريب وين رحنا هالاسبوع وشنو سوينا، راح نروح نشوف وبعدها بنكمل حلقتنا. اوكي في الرود تريب اليوم راح نردكم ورا شوي لعام 1963. الحوت الأزرق الكبير اللي أنا قاعد في بطنه الحين هذا وصل الكويت، وتحديداً الخليج العربي في هالسنة، والسبب أنه صار في عجز في عموده الفقري مسكين. بعدها قرروا أنهم يفتحون متحفنا العلمي التربوي هذا في عام 1975، يعني نقدر نقول أن الحوت الأزرق العود هذا وهو سبب افتتاح المتحف العلمي. يقع المتحف العلمي في شارع عبد الله المبارك، وتحديدا في منطقة المرقاب أو مثل ما يقولون العاصمة. مواعيد عمل المتحف العلمي تبلش من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا، وعادة هالفترة الصباحية تكون خاصة لطلاب المدارس، ومساء يبلش دوامهم من 5 للسبع. يحتوي هذا المكان على العديد من المرافق البيئية والعلمية المتنوعة، مثل عالم الطائرات، عالم الفضاء، عالم الحيوانات، وعالم الإلكترونيات. لهذا المكان أهداف واضحة وجميلة، مثل تقديم الأبحاث اللازمة لطلاب المعاهد والجامعات، بالإضافة أيضا أنه يحافظ على البيئة الكويتية تحديدا. القسم اللي أنا موجود فيه هو قسم الطيران، ونقدر نسميه قسم المواصلات، لأنه في كل شيء يعتبر من الأوليات الكويتية، مثل أول طيارة كويتية باسم كاظمة وهي تابعة للخطوط الجوية الكويتية، وأيضا أول
مدرعة أو أول سيارة تابعة للإدارة العامة للإطفاء، وأيضا أول باص كويتي التابع لشركة النقل العام الكويتية. كل هالأشياء موجودة هني. أقول ما في حد يوصلنا، خلنا نركب. أنا ورجل الفضاء وجولة جميلة داخل القبة السماوية اللي تعتبر جزء من عالم الفضاء داخل المتحف العلمي اللي دائما وأبدا ما يهتم بالجانب التربوي وتقديم الأبحاث اللازمة لطلاب المعاهد أو طلاب الجامعات أو المدارس. من جديد نرجع نرحب في كل اللي قاعد يتابعونا الحين من خلال شاشة تلفزيون الكويت. بعد ما شفنا الرود تريب فعلا كانت وناسة وسانسنا، شفنا اشياء وايد حلوة واستمتعنا. الحين وصلنا حق تقرير حلو راح نروح نشوفه، بس مو قبل ما نسولف عن الموضوع اللي يخص هذا التقرير. اخصائية نفسية او اخصائي نفسي يطلع معانا في حلقتنا، هذا شيء ما تعودنا عليه. صح؟ صحيح. انا اقول بصراحة ان كل شيء بالحياة يمكن لا جانب نفسي او لا تحليل طبي، فشيء جميل ان احنا، ومثل ما قلت انا، ان يمكن رح ناخذ موضوع الفاشن والموضة من كافة الجوانب. شفنا التقرير قبل شوي، تقرير خاص بالفنتك الجديد اللي هو السنافر او غيره، ورح يكون عندنا ان شاء الله ضيف داخل الاستوديو او ضيفة تحديدا رح نتكلم وياها بشكل موسع عن موضوع الفاشن وخصوصا موضوع عروبات الازياء العالمية والخليجية تحديدا. لكن تقريرنا الجاي رح يكون تقرير مع احد الدكاترة النفسيين اللي رح يحلل لنا موضوع الفناتك وسبب تعلق الشباب في موضوع الفنتك. عندك شيء تبي تقوله؟ انا اللي احب اضيفه حبيبي على كلامك وكلام عبد الرحمن، انه مثل ما عودناكم قلنا لكم احنا نربط الموضوع من كافة النواحي. فدخلينا الموضوع من ناحية اجتماعية راح تشوفونه ويانا، اخذنا الموضوع من ناحية فنية راح تشوفونه ويانا، لكن شغلة جديدة نبي نشوف الموضوع هذا من ناحية نفسية. ودينا التقرير، خلينا نشوف وياكم هذا التقرير وسبب تعلق الشباب في الفاشن والموضة. اول شيء ما ننسى ان احنا ثقافتنا الحالية الحين اصبحت ثقافة مظاهر، اللي هو الشو والاستعراض. شنو السبب؟ طبعا يتوقف على عدة اسباب. في عندنا احنا فئات، اذا احنا مسكنا فئة المراهقين مثلا، تلاقي المراهق سبب الوحيد عنده التقليد، التقليد العميائي اللي هو بدون اي سبب. ليش؟ لان نفسيته مو مستقرة لما الحين، فبالتالي شخصيته مو فاهمها. تي مثلا الاكبر منه، مثلا الحين قاعدين نشوف عند الاشخاص من فوق الثلاثينات من العمر وهم يلبسون هذه التيشيرتات. هني تي تحليل النفسي اللي هو سايكولوجية اللباس، ان سبب هذا الاستعراض لهذه الفئة العمرية هو تقديره ونظرته لذاته. على حسب الانسان نظرته لذاته ينعكس على لبسه. اذا كان يشوف طفولة داخله، اذا كان بعده يبي يعيش طفولة من اول وجديد، يعيش ذكريات، تلاقيه اختيار الملابسة نفس اختيار الطفل. اذا كان يشوف نفسه ويشوف ذاته انسان جامد ورسمي وسيريس، تلاقي اختياره كرفته وبدله واختياره يكون انسان رسمي. فعلى حسب نظرة الانسان، اذا كان مثلا انسان يشوف نفسه انسان متفتح او انسان غربي، فتلاقي اختياره اختيار الغرب واللبس الغربي. فبالتالي هذه سيكولوجية اللباس على حسب نظرة الإنسان لذاته وشخصيته تنعكس على لبسه. في عندك الفئة الثالثة اللي هو إشباع نقص داخلي. مثلا تلاقي الإنسان، عندنا إحنا في عندنا بعض الحالات إذا تطورت تصبح هستيريا استعراضية، اللي هو لفت انتباه الآخرين بكل شيء جديد وغريب، حتى لو هو يكون رافض الرسومات اللي على التيشيرتات، بس يشبع او يرفع من معنوياته ويستانس اكثر اذا شاف الانظار اللي حوالينا ملتفته عليه.
فهو يمشي بقصة جديدة غريبة علشان يكون محور التفات الناس له، او يلبس تيشيرت هبه طالعين فيه سنافر بس علشان الناس يعني طالع له وتقول هذا الانسان لابس شيء غريب وجديد. فهذه هني الفئه عندها حاله الشو، حاله الاستعراض بس علشان يلفت انتباه اللي حوالينا. فاي فئات مختلفه تعكس نفسيه الواحد وتفكيره وسيكولوجيته على ملابسه.